صباح الخير طلاب صف أول حلوين، معكم المس بيان الرفايعة. اليوم بهذا الفيديو راح نشرح مادة اللغة العربية ونكملها كالمعتاد، ونشرح الدروس والحروف الموجودة فيها. لكن قبل هيك خلينا نتذكر مع بعض أيام الأسبوع، ونعرف أن اليوم هو يوم الاثنين، التاريخ 16/3/2020. وما تنسوا كل يوم تتذكروا مع بعض ما هو اليوم من أيام الأسبوع وما هو التاريخ زي ما كنا بالصف. حتى لو إنا بالبيت بدنا نتساعد مع بعض، وبدنا ندرس، وبدنا نحل التمارين الموجودة في الكتاب كالمعتاد. اليوم في هذا الفيديو راح أعرفكم على حرف جديد موجود في الكتاب، لكن قبل أن أعرفكم إليه سأقرأ لكم قصة قصيرة لنتعرف ما هو هذا الحرف. في عطلة نهاية الأسبوع خرجت الأم هالة مع أبنائها هند وهشام في زيارة إلى أهرامات الجيزة، فشاهد هؤلاء الأطفال الهرم الأكبر والهرم المتوسط والهرم الأصغر. لقد قاموا الفراعنة ببناء الأهرامات. قالت لهم أمهم هالة أن الذي قام ببناء الأهرامات هم الفراعنة. الفراعنة كأنهم مهندسين مهرة، كأنهم مهندسين مهرة. من خلال القصة يا أول لقد تعرفتم على حرفنا لهذا اليوم، إنه حرف الهاء. إنه يا أول حرف الهاء. سنتعرف إلى اسمه وشكله وصوته. إذن حرف الهاء اسمه هاء وصوته إه. إذن حرف الهاء اسمه هاء وصوته إه. دعونا يا أول نتعرف إلى أشكال حرف الهاء. أشكال حرف الهاء. حرف الهاء له أربع أشكال: أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. إذن أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة. لكن آخر الكلمة يكون متصل هكذا، ويكون منفصل هكذا. سنتعرف إلى كيفية كتابة أشكال حرف الهاء، لكن دعونا نعيد ما قلنا، إنه حرف الهاء وصوته إه، وله أربع أشكال: أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة، متصل ومنفصل. حرف الهاء له أربع أشكال: أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة. دعونا نتعرف يا أول إلى كيفية كتابة حرف الهاء في أول الكلمة. هكذا في أول الكلمة، وهكذا في وسط الكلمة، وهكذا في آخر الكلمة، متصل، يكون متصل مع الحرف الذي قبله. سنأخذ كلمات مثل حرف الهاء في آخر الكلمة متصل، وحرف الهاء في آخر الكلمة منفصل، هكذا منفصل. تعرفنا يا أول إلى كيفية كتابة حرف الهاء بأشكاله الأربعة: أول الكلمة، ووسط الكلمة، وآخر الكلمة، متصلة هكذا ومنفصلة هكذا. سنتعرف إلى المدود الطويلة والمدود القصيرة. بداية سنتعرف إلى المد القصير عندما يتصل مع حرف الهاء. مع حرف الهاء كنا بنعرف في أول إنه المد القصير بيكون فتحة وضمة وكسرة، مثلا ه ه
هو هي ها هو هي. يعني دغري بنقرأ الحرف ها هو هي، إيه فتحة ها، إيه ضم هو، إيه كسرة هي، ها هو هي. المد القصير يكون هكذا. دعونا ننتقل إلى المد الطويل. المد الطويل يكون المد الطويل ثلاث حروف نعرفهم اللي هم الآ والأو والإي. الآ والأو والإي، عندما تتصل الآ حروف المد الطويل مع حرف الهاء نقرأها هكذا، ها هو هي، ها هو هي. كلكم معايا أول رح تقرأوا وتفهموا وتكتبوا الحرف مع المد القصير ومع المد الطويل. تعرفنا يا أول إلى أشكال حرف الهاء، أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. آخر الكلمة متصل هكذا وآخر الكلمة منفصل هكذا. تعرفنا. الآن سنتعرف إلى حرف الهاء مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. كلنا بنعرف في أول ما أخذنا الحروف الماضية أن المد القصير يكون عليه حركات فتحة ضمة كسرة، فتحة ضمة كسرة. والمد الطويل حروف المد الطويل اللي بنعرفهم آ و إي. المد القصير لما حرف الهاء يكون عليه مد قصير نحكي ها هو هي، ها هو هي، مد قصير. المد الطويل ها هو هي، ها هو هي. كنا بنعرف يا أول إنه كأن بالصف بدنا نكتب الحروف ونسطر تحت الحروف هدول اللي هم الإه ها هو هي ها هو هي، نسطر تحتيهم ونكتب ونصحح لحالنا إذا كان في أخطاء ونعرف كيفية كتابة الحرف. بدنا نكتب مع بعض يا أول ونحلل الكلمات، تقرأوا الكلمة وتحللوها لحالكم، بس أنا أول كلمة رح أحللها وتاني كلمة عشان نتعرف مع بعض. عنا كلمة هاشمون، هاشمون. سأقوم بتحليل الكلمة هكذا، ها ش مون، ها ش مون. ها لوحدها لأنها مد طويل، ش مد قصير، مون أيضا مد قصير. سأحلل الكلمة الثانية سه مون، سه مون. ساكن ما قبل متحرك وحكينا أنهم مع بعض، مون مد قصير. هكذا أصبحت الكلمة. عندي كمان كلمة وجه هون، وجه هون. سأقوم تحليلها هكذا، وجه مع بعض هن. وجه ليش مع بعض يا أول نتعرف عليها؟ لأنه ساكن، حرف الساكن اللي هو الجيم مع الذي قبله متحرك اللي هو حرف الواو، ومن ثم الإه عليها تنوين الضم لوحدها لأنها مد قصير. والسؤال الذي بعده يقول أضع دائرة حول حرف الهاء بأشكاله. ستقوم بوضع دائرة حول حرف الهاء بأشكاله. السؤال الرابع، أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي حرف الهاء بأشكاله، أول كلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة بشكليه. السؤال الخامس، ستقوم بتقييم نفسك بنفسك يا أول، وستقوم بتحليل الكلمات. المربعات موجودة بس أنت حلل يا أول. في عندي كلمة رح أحللكم إياها، سهامٌ، سهامٌ، س لحال
هامون، قمت بتحليل كلمة سهام، والكلمة الأخيرة كذلك. السؤال الأخير في الصفحة، أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ. عندي مقاطع يا أول بالمربعات، بس أنا بدي أركبهم كلمة، بدي أركبهم كلمة مثل التمرينات الموجودة في الحروف السابقة التي تم تجريدها. ذهب، وجه، يهب، يهبط، يهبط. آخر تمرين أو مش تمرين، آخر قراءة عندي إياها بالكتاب أو بالصفحة، ربيع بلادي مزهر، سقى هاني زهور حديقتي، زي ما احنا متعودين يا أول. عشان نتدرب أكثر على الكتابة بدي منكم جنب الجملة ترجع تعيدوا كتابتها، جنب جملة ربيع بلادي مزهر ترجع تعيدوا كتابتها، وسقى هاني زهور حديقته أيضا استقومون بإعادة كتابة الجملة. آخر صفحة بحرف الهاء سأقوم بتمرير قلمي ثم ألون، يعني زي ما تعلمنا وعملنا بالحروف الماضية رح أمرر قلمي على الحروف بأشكالها، حرف الهاء أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة، متصل ومنفصل، وبعدين لون زي ما بنعرف دايما. وعندي كمان التمرين الثاني بحكي عن اني بدي اجرد الحرف بالفراغ، رح اختار من الحروف اللي فوق الحرف الهاء باشكاله واضعهم، اضع الحرف بالفراغ. عندي اول فراغ اي الاول فراغ اول الكلمة او مسط الكلمة ام اخر الكلمة زي ما نتعلمنا، اول فراغ في اول الكلمة، معناته ايش بدي اختار من الحروف من الاشكال حرف الهاء، ساختار هذا الحرف، عندي ساختار أول حرف. ممتازين، اخترنا أول حرف. عندي الكلمة الثانية، جاء الفراغ في وسط الكلمة، انتبهوا يا أول، في وسط الكلمة، سأختار أكيد حرف الهاء بشكله هذا، وسط الكلمة، وسط وسط الكلمة هكذا. أحسنتم. آخر كلمة أتى الفراغ في آخر الكلمة، ماذا سأختار؟ مش عندي شكلين يا أول، عندي شكل متصل وعندي شكل منفصل، بس هنا حرف الآ رح يكون بعيد عن الحرف اللي هون، مش مادد إيده لإله، شو رح أحط؟ بالطبع سأضع حرف الهاء بشكله هذا. وفي ضل عنا آخر تمرين، رح ترجعوا تكتبوا بخط جميل حرف الهاء والكلمات الموجودة فيه. هيك يا أول بنكون خلصنا حرف الهاء بأشكاله وعرفنا كيفية كتابته. بتمنى منكم ما تنسوا تكتبوا التمرينات الموجودة عليه، وتكتبوا على دفتر التدريبات 4 كلمات على حرف الهاء، 4 كلمات على حرف الهاء، فيها حرف الهاء سواء بأول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة بشكليه. ويعطيكم العافية.